كيف أجمع بين إحسان الظن بالله مع عدم الأمن من مكر الله؟ كيف؟ يقول أحسن الله إليكم، كيف أجمع بين إحسان الظن بالله مع عدم الأمن من مكر الله؟ أي نعم، لا تأخذ جانب وتترك الجانب الثاني، لازم تجيب الجانبين معا، فلا تأمن من مكر الله وتحسن الظن بالله عز وجل، تجمع بينهما. نعم.